السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. تحياتي إلى كل المتواجدين. اليوم جايب لكم شرح معدل. معدل مو شو مكان. طبعا عندنا شباب هواي يتلون حمزة شلون إذا نزلت مقطع صوتي بالأكس داونلود كيف أنقله عن على الأوديو شير. هذا يقول أنقل المقطع الصوتي أنزله من غير برنامج، أوكي، وهذا يقول من أنزل مقطع الصوتي من غير برنامج وأسوي أوبن إن وأودي بالأوديو شير ويعني زين. أنت عندك أكس داونلود شلون هسه؟ أنا عندي أكس داونلود، أنا أشوفه يعني بالنسبة للمقاطع الصوتية حلو، يعني برنامج يحمل تحميل كلش حلو، بس شلون؟ اوكي هسه راح نشوف شلون. صدق كذب يعني؟ خلنا نسأل نقول له شو تقول انت؟ تقول هل استطيع بتحميل مقطع صوتي من الاكس داونلود الى اوديو شير؟ حسنا، لنلق نظرة على اعدادات صوتي سري. شوف هذا ما يفتهم، شوف هذا انا افتهم احسن منه. يلا على نروح على الاكس داونلود. نروح على الاكس داونلود. تلميحات صفحه 2 مثلا نوع 11 صفحه 7 مثلا نوع صفحه 8 مثلا ريكوردر اج صفحه. وهذا معلومات المستخدم. تاب تاب سي ويفو. اضغط مرتين للفتح. هذا الاكس داونلود. تاب تاب سي معلومات تاب ويف اكس كلينر فويس بس جوك جونيور صفحه 10 مثلا نوع 11 واي تي صفحه 9 مثلا نوع 11 صفحه ريكوردر اج اوتلوك نبا اكس ريكوردر اكس داونلود. هذا الاكس داونلود. اكس داونلود اد داونلودز اديت نو اكتف داونلود تاسك تم الاختيار داونلودز دوكيومنتس لم تكتب بلاير لم تكتب ويب 3 مثلا نوع 4 مور تويتر من الاشعارات طيب مور نروح لمكتب ويب 4 مثلا نوع 4 مور فاير دوكيومنتس نروح لمكتب ويب 2 مثلا على شيء اسمه دوكيومنت تاتش اي دي اكس داونلود نضغط تاتش اي دي البصمه اكس داونلود مور انفو. هذني عندنا مقطع صوتي ماشي مقطع صوتي شلون نقرنه على اوديو شير. اولا نضغط على يم المقطع الصوتي اكو مور انفو نضغط على مور انفو زائد نضغط على سيف تو كلاود مور لما التبويب 4 سايز كونكريت ماب وير باك باك لوك لا العفو ورا ما نضغط على مور انفو نضغط على شيء اسمه شير كانسل سيف تو كلاود نضغط على اوكي شنو سيف تو اي كلاود هذا سيف تو كلاود ضغطنا عليه مور سيف تو كلاود تم الاختيار راح يطلع لنا تم بالبدايه اللي فوق راح يطلع لنا شنو تم اوكي طلع لنا تم اي كلاود درايف هذه العالم تخبل بيها شنو هاي الاي كلاود درايف ما حد يعرفها راح اشوفكم شنو اي كلاود درايف ورا ما قال لي اي كلاود درايف نمشي شي يقول لنا المواقع شي يقول لنا تصدير الى هذا الموقع تصدير الى هذا الموقع تصدير الى هذا الموقع يا موقع احنا ما نريد نعرف شنو يا موقع او خلنا نضغط لكم لان احنا شرحنا مو هذا ما نريد نضغط على تصدير هذا الموقع احنا شرحنا شلون ننقل المقطع الصوتي من اكس داونلود الى اوديو شير نضغط شيء الى شيء اسم المواقع نضغط الى المواقع اي كلاود درايف صار اي كلاود درايف اوديو شير جوجل درايف دروب بوكس اضافي ما ابي اشيل اضافي لما نضغط على اوديو شير اكلاود درايف اوديو شير تم الاختيار اها ضغطنا على اوديو شير ايش طلع لنا اد فولدر تنقلها بفولدر اد فولدر اكسبورت تراش
library. Library. Export. واحد مسافة. Item. Choose destination folder. رمان. Paste audio. Paste audio. أربعة. A. مع تمام. يعني هنا مع تمام ما تقدر تضغط عليها. Paste audio. M. أربعة. A. مع تمام. iTunes file sharing not available here. طلع عن الفايلات. شوفوا يا شباب طلع عن الفايلات بالاوديو شير اللي عندي. Trash. Deleted items. Export item here. Export item here. Export item here. Add folder. Add. Export. نضغط على export item here. راح يقول لي exporting وينزل المقطع الصوتي بالاوديو شير. Export. Exporting. نزل. Where. Name. Where size kind created. رجع على عكس داونلود بالبداية. ما هو؟ رجع. File share. نرجع همسة ورجع. More add share bar bar delete bar cloud. نرجع. Edit prog search more info. More info. هذا مقطع ثاني هم نعطي more info. More info. أرد أوديهم بالأوديو شير. File info. Where document name where. File share. Share. Share message message cap more save to cloud. خلي اقول لكم شو هاي تصدير الى الموقع. تصدير لهذا الموقع. تصدير لهذا الموقع. سايز. اربعة. وير. نيم. يا موقع ودها ما ادري. شير. على يمكن على اي كلاود. لكن على اي كلاود ودها بعدين نحصل عليها على اي كلاود درايف. فايل شير. احنا نوديها بالاوديو شير نريد. شير. نوديها بالاوديو شير. سيفتي كلاود. اوكي. حوديها بالاوديو شير. اي كلاود درايف. المواقع اضغط بعدين اضغط على الاوديو شير بعدين اضغط على exporting here. اوكي export item here. Export item here. نضغط عليها. Export. Exporting. Ellipsis. WhatsApp. النقل للمقاطع الصوتية. روح على الاوديو شير. Audio. WhatsApp. 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 X download. جاري. اقفل X download. نروح على الاوديو شير. صفحة 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 صفحتي أربعة مساء صفحتي ثلاثة العثور على أصل التلميح صفحتي خمسة add وكالتي البريد audio share. هذا الاوديو شير. هذا الاوديو شير. جيد. نروح نشوف موجودات لو لا. موجودات. هيانهن. Stereo MP toggle play. اي والله هذا. مرحبا بكم في شرح جديد. الكثيف التقني العراقي نتمنى لكم. هذه كان شرحنا لهذا اليوم مقاطع صوتية موجودات. بس خلي 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 نروح نشوف iCloud Drive وداليها على iCloud Drive لو لا. صفحتي اثنان مثلا واحد صفحتي لقينا لقينا المقاطع الصوتيه بالاوديو شير شباب. صفحه البوست لاين الغرب اسول اتق الجميع الفيديوهات صفحتي ثمانيه مثلا واحد عشر ريكوردر زي تاتش فري صفحه اتجاه الايفون تنقلي على التلقائي من اليمين الى اليسار من اليسار الى اليمين بعيد يلا احرف في جيران في اختبار ستوديو اوبرا زي تاتش ما يشد المحتوى باي ايج صفحتي سبعه مثلا واحد لاين صفحتي سته مثلا صفحتي سبعه سمع النيوز شكومات الموسيقى ابل جهاز الرياضي الحاسب وين يا كلاود؟ next record off selfie at gwe para by eight opera mint studio اختبار feedback تليجرا صفحتي الرساء الرسائل بيشد صفحتي الرساء الرساء الرسائل yab snippet fire azar cargo ablight الحركات trans speak x voice bus job speak معلوم tap wefo صفحتي الرساء الرسائل صفحة yt int earthlink صفحتي الرساء صفحة arab tv lit صفحتي صفحتي صفحة 7 مثلا 11 يا جماعة البوس والله التطبيق الكاميرا الطقس اسول الغراء الفيديو جيمز مذكرة الحاسب جهاز الابنس الموسيقى شكومات سمرني اي كلاود صفحة 9 اي كلاود درايف اي كلاود درايف اي كلاود درايف اي كلاود درايف تحديد زر علامات زر الاسم زر تم الاختيار بحث حبل وضع العرض صور صفر سكاي 252 جاب لي هنا 4.8 صفر جاب لي هنا امصري واحد متوفر 4.65 غي على iCloud. اسمع. عنصري واحد متوفر 4.65 غي. عندك 4 جيجا شوف. عنصري واحد صفر. سكاي. سبحان الله. 202 حبيبة المؤمن من الأشعارات. الساعة الآن السادي. شوف. صفر. سكاي. وقف. الساعة الآن السادسة مساء. يعني أنا مو منظم شرحنا بس إحنا طماعين شوية. صفحة السبعة مساء النور الرساء
الرسائل. خلينا نشوف شنو المشكلة. iCloud Audio Share. iCloud Audio Share. الاعدادات. انطفي الاعدادات. iCloud Drive. الاعدادات. ما ادري. على ما. Line. 10 عناصر جديدة. مسح. زر تنظيم. زر تنظيم. مسح مشاركة. مشاركة بيها. مسح. زر تنظيم. مسح مشاركة. 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 مسح تنظيم. زر. مسح. زر تنظيم. 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 طبعا اعتقد هاي بالانترنت يفتح لي اعتقد. iCloud Drive. مجلد. الاجراءات المتوقعة. iCloud. صفر. الغاء. زر. نقل عنصري واحد لا. iCloud Drive. iCloud Drive. نقل عنصري واحد لا موقع. واتساب. لا حول ولا قوة. الغاء. صفر. سكاي صفر 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 نقصدك صفر سكاي اي كلاود درايف عنوان اللغة اي كلاود درايف تنقل على مضيف اتجاه الايمن من اليسار الى اليمين صفر اي كلاود درايف اي كلاود صفر اي كلاود درايف نقل عنصري واحد لا موقع جديد لا نقل عنصري صفر الغاء نقل عنصري الغاء 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 مسح زين احنا من ننطي الى مشاركة اي كلاود زر الرجوع صفر زر الرجوع هاي هسه هنا المقطع الصوتي اللي لقيناه بالاي كلاود درايف مجرد ما نضغط على اي كلاود درايف بس توافقية شو تم الاختيار صفر شبه مدعوم تم الاختيار تم الاختيار عنصري واحد عنصري واحد تم الاختيار صفر المزيد معلومات حذف تنشيط عنصر المزيد تنبيه اعاده مشاركه اعاده تسميه العنصر مشاركه الغاء الغاء مشاركه العنصر مشاركه العنصر العنصر تمكيني مشاركة ارجع مثل جوجل دروب اوتلوك حلو حلو الملاحظات البريد رسالة اضافي سيف تو دروب باك الغاء الغاء اضافي اضافي اها الانشطة الانشطة سيف تو دروب باكس سيف تو سيف سيف الانشطة يعني لقيت المقطع صوتي بس لحظة اوتلوك لحظة احنا ولو هذا مو من ضمن شرحنا بس خليه علامات انصري واحد تم الاختيار المزيد معلومات يعني iCloud Drive. سرعة صفر. مسح. النوع. نصف. الحجم. 34. المكان. iCloud Drive. تم الإنشاء في 3 كانون الأول. الفك. تم تعديل في 3. تنظيم. زر. مسح. زر. مشاركة. زر. مشاركة. ما مسح. مسح. تنبيه. سيتم حذف صفر. سكاي. الغاء. حذف من. سيتم حذف صفر. سيت. حذف من. حذف من. طبعاً. عنصر. صفر. متوفر 4 علامات. زر. صفر ونصف. متوفر 4.65 في. أنا آسف. لأن دخلتكم بإشكال أنتو غنى عنه لكن حبيت أوضح لكم على العموم تعلمنا شلون نسوي الـ X داونلود مقطع صوتي من X داونلود إلى راديو شير تحياتي لكم إن شاء الله تستمتعون بهذا الشرح شكرا جزيلا لكم معاكم حمزة القيسي تحياتي. أو الدخال رمز الدخول واحد من واتساب